المحبين شوقا إلى خير إنسان محمد جاء بالدين من هديه اليوم برهان من هديه اليوم برهان أزكى قطوف الرياحين فاحت لنا منه أشجان أخلاقه العطف واللين يزهو به كل إحسان ما بين فخر فخر وتمكين قد شاد بالعزم بالعزم بنيان تاريخه صار تدوين في الحق للعدل للعدل ميزان يهفو له القلب القلب والعين في موعد الوصل الوصل تزدان ذكراه تدعو المحبين صلوا على خير إنسان مضى الدموع المحبين شوقا إلى خير إنسان محمد جاء بالدين من هديه. هذا البرنامج برعاية مؤسسة سعيد بن محمد المداح الخيرية. يوم برهان. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي، مجلس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا المسجد الذي كان الإيمان يعمره، فيه تقام الصلاة ويعلم العلم ويتلى القرآن ويأوي ابن السبيل. في مجلس طلب النبي صلى الله عليه وسلم من أحد أصحابه أن يسمعه شيئا من كتاب الله. من ذلك الصحابي؟ هو ذلك الصحابي صاحب الصوت الشجي والأداء الرائع للقرآن الكريم الذي مر به النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة من الليالي في ذلك المسجد وهو قائم يصلي، وكان بجوار النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر، فاستمع النبي صلى الله عليه وسلم لتلاوته ثم قال وصاحبه يسمعان: من سره أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، إنه عبد الله بن مسعود. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. قال ابن مسعود: يا رسول الله، أقرأه عليك وعليك أنزل؟ يعني كيف أقرأ عليك القرآن؟ أنت الذي تعلمنا القرآن، أنت الذي يتنزل عليك جبريل بالقرآن صباح مساء. قال صلى الله عليه وسلم: إني أحب أن أسمعه من غيري. امتثل عبد الله لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وقام يرتل القرآن وبدأ يتلو ذلك الكتاب، والنبي صلى الله عليه وسلم مصغي الأذن مطرق الرأس يستمع لهذا القرآن الكريم يدخل في أذنه، فإذا بالقلب يعيش مع تلك الآيات. افتتح عبد الله بن مسعود سورة النساء حتى إذا ما وصل إلى قول الله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يقول ابن مسعود: فرفعت رأسي، وفي رواية أن رجلا وكزه قال فرفعت رأسي، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم عيناه تغرورقان بالدموع، بكى صلى الله عليه وسلم وسالت دموع المحبين يوم أن سمعوا كلام رب العالمين، فعاشوا مع هذا الكلام، مع كلام الله المنزل بواسطة جبريل إنه القرآن. أيها الأحبة، لو أن أحدنا أتى إليه كتاب من شخص عزيز عليه أو حبيب إلى قلبه أو من عظيم على وجه الأرض لأخذ يقلب ذلك الكتاب ويعيد صيغة ذلك الخطاب ويتأمل في تلك الجمل، كيف وبين يدينا هذا الكتاب الذي هو كلام رب العالمين. كلام رب العالمين أيها الأحبة
المعجز في تكوينه القرآن أيها الأحبة حياة القلوب، ويوم أن يغيب القرآن عن قلب العبد يظلم هذا القلب. القرآن أيها الأحبة حفظ للعبد في الدنيا، القرآن طريق هداية وسعادة. خرج عمر بن الخطاب يوم أن كان على الكفر يريد أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، قد أخذ السيف وربطه في وسطه وانطلق مغاضبا، والتقى به أحدهم في الطريق ليخبره أن أخته وزوجها قد أسلما، فعاد عمر ليطرق الباب على أخته فاطمة، وعندها كان في البيت صحابي جليل خباب بن الأرت يقرئهما القرآن. اقتحم عمر البيت واختبأ خباب، وخبأت فاطمة تلك الصحيفة تحت فخذها، ودخل عمر يسأل: ما الذي أسمع؟ ما هذا الصوت؟ قال: ما عدا حديث نتحدث به بيننا. قال: علكما قد صبأتما. فقام ختنه يريد أن يدعوه للإسلام فوثب عليه، وقامت فاطمة تدافع عن زوجها، وعمر في عنفوان غضبه يريد تلك الصحيفة التي كانوا يقرؤون فيها، وهي تمتنع وتقول له: إنك نجس وإنه لا يمسه إلا المطهرون. ثم أمرته أن يغتسل فاغتسل، ثم ناولته الصحيفة. هنا أمسك عمر رضي الله عنه بكتاب رب العالمين ليستمع إليه بقلب آخر، يقرأ تلك الآيات: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. فلما سمع تلك الآيات دخل الإيمان إلى قلبه، وسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم أين هو، وهناك أعلن إسلامه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا القرآن الذي حرك القلوب، الذي ما زال مع عمر يسمع قارئا يقرأ، فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. فإذا بعمر يبكي ويصيبه الحزن لأيام. يقول عروة بن الزبير: خرجت في يوم من الأيام بعد صلاة الفجر ليقص علينا قصة من صور تأثر الصحابة بالقرآن وسماعهم. يقول: خرجت فأتيت أمي عائشة وإذا بها قائمة في الضحى تقرأ القرآن وترتل قوله تعالى وتردده: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، وتبكي وهي تكرر: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. يقول: فانصرفت إلى السوق فقضيت حاجتي وعدت وإذا بها ما زالت ترتل تلك الآيات، ودموع المحبين تسير على خديها وهي تستشعر الكلام الذي يخاطبها الله عز وجل به. وعثمان رضي الله عنه وأرضاه كان يختم المصحف في كل يوم مرة ويرتل هذا القرآن، فلما لاموه في ذلك قال: والله لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم. إنه القرآن حياة القلوب، يعيش القرآن مع أصحابه في الدنيا، يحفظهم ويلين قلوبهم ويعيشون به السعادة، فإذا ماتوا ما زال القرآن معهم. هناك في عرصات يوم القيامة، يوم الأهوال والشدائد، تأتي سور القرآن تقدمها البقرة وآل عمران كغمامتين عظيمتين يظلان صاحبهما. قارئ القرآن يلبس هناك الحلل ويؤمر بدخول الجنة، وما يزال يقال له: اقرأ القرآن ورتل كما كنت ترتل، فإن منزلتك في الجنة عند آخر آية كنت ترتلها. أيها الأحبة، عيشوا مع كلام ربكم، استمعوا لأوامره. ابن مسعود يقول: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فارعها سمعك، فإنه إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. إذن لنعيش مع القرآن، لنعيش تلك السعادة، مساكين الذين عاشوا في الدنيا وخرجوا منها ولم يتلذذوا ليلة بكتاب الله، ولم يتدبروا كلام ربهم ومولاهم. قلوب يصيبها الهم والغم والظلمة، فإذا استمعت إلى كتاب ربنا وإلى كلام ربنا وعاشت مع القرآن غمرتها السعادة. أيها الأحبة الموفقون، هذا كتاب الله دونكم، فهلم إلى المعين الصافي، هلم إلى السعادة التي لا تنقضي، هلم لنسمع كلام ربنا هنا في الدنيا، نتأمل كلامه وربما نسمعه بصوت قارئ فتخشع القلوب وتسيل الدموع، وغدا
أسأل الله أن يجمعني وإياكم في الجنة لنستمع لكلام ربنا بصوته سبحانه وتعالى، فاللهم بلغنا ذلك المقام. هذا البرنامج برعاية مؤسسة سعيد بن محمد المداح الخيرية. ودموع المحبين شوقا إلى خير إنسان محمد جاء بالدين من هديه اليوم برهان من هديه اليوم برهان أزكى قطوف الرياحين فاحت لنا منه أشجان أخلاقه العطف واللين يزهو به كل إحسان ما بين فخر فخر وتمكين قد شاد بالعزم بالعزم بنيان تاريخه صار تدوين في الحق للعدل للعدل ميزان يهفو له القلب القلب والعين في موعد الوصل الوصل تزدان ذكراه تدعو المحبين صلوا على خير إنسان مضى الدموع المحبين شوقا إلى خير إنسان محمد جاء بالدين من هديه اليوم برهان من هديه اليوم برهان